انتهى أمس الأجل الذي منحه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لأرباب العمل لتسوية جميع العمال غير المصرح بهم، حيث كانت الدولة قد منحت إجراءات تحفيزية تتمثل في الإعفاء من تسديد الغرامات الخاصة بعدم تصريح العمال، ليصبح أرباب العمل معرضين لعقوبات صارمة حال عدم تسويتهم وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم في نصوص جاءت في قانون المالية التكميلي بغرامة مالية تصل 200 ألف دينار عن كل عامل غير مصرح به.